السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن الزوايا وقياس الزاوية الجزء الثاني من مادة الرياضيات 4 ريض 262 للمستوى الثاني ثانوي تخصص العلمي. خلونا مع بعض نستعرض أهدافنا لدرس اليوم. فأول هدف أن نحول القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان والعكس. الهدف الثاني أن نوجد طول القوس. فخلونا مع بعض نستعرض كيفية تحويل قياس الزوايا من الدرجات إلى الراديان ومن الراديان إلى الدرجات. فعندنا الزاوية على المستوى الإحداثي راح تكون قياسها بالدجري أو بالدرجات، راح نحولها إلى الراديان. فأول خطوة للتحويل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان نضرب قياس الزاوية بالدرجات في باي راد على 180 درجة. الخطوة الثانية أو العكس للتحويل من القياس بالراديان إلى القياس بالدرجات نضرب قياس الزاوية بالراديان في 180 درجة على باي راد. فخلونا مع بعض ناخذ مثالنا الأول. فعندنا الزاوية سالب 60 درجة راح نضربها في باي راد على 180 درجة. طبعا عشان نفهم وما نحفظ متى أستخدم باي راد على 180 درجة ومتى أستخدم 180 درجة على باي راد، لازم يكون بعكس الإشارة، نفس ما تعلمته في تحويل وحدات القياس في الفيزياء أن احنا نضربهم في العكس، نفس الشيء هني. فعندي الحين في البسط الدرجة راح أكنسلها مع الدرجة اللي في المقام، وراح نضرب مع بعض سالب 60 على 180 في باي. طبعا نختصرهم بالكالكوليتر، نحط ذلين على بعض راح يعطينا الجواب النهائي 1/3 بالسالب مضروب في باي راد. فبكذي حولنا من الدرجات إلى الراديان. فالزاوية سالب 60 درجة في الراديان هي عبارة عن سالب باي على 3 راديان. خلونا مع بعض ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال يقول حول قياس الزاوية 240 درجة إلى الراديان. نفس ما سوينا من شوي، أول خطوة راح نضرب 240 درجة في باي راد على 180 درجة. فنفس ما سوينا راح نختصر الدرجة اللي في البسط مع الدرجة اللي في المقام، وراح نضرب في الكالكوليتر ونقسم ونختصر اللي يختصر ونكتب الجواب النهائي. فجوابنا النهائي هو 4π/3 راد. فهذه هي الزاوية بالراديان. كذي أعزائي الطلبة انتهينا من كيفية تحويل الزوايا بالدرجات إلى الراديان. خلونا ننتقل مع بعض إلى العكس، يعطونا الزاوية بالراديان نبي نحولها إلى الدرجات. فالسؤال يقول حول قياس الزاوية 11π/6 إلى القياس بالدرجات. فأول خطوة راح ناخذ الزاوية ونضربها في 180 درجة على باي راد. هني بالعكس راح نختصر أيضا الراد مع الراد والباي مع الباي، وراح نضرب في الكالكوليتر 11 في 180 درجة على 6. ف11 في 180 راح يعطينا 1980 درجة، نقسمها على 6 ونكتب الجواب النهائي اللي هو 330 درجة. فالزاوية 11π/6 بالراديان تقابلها 330 درجة. ننتقل مع بعض إلى السؤال الثاني.
السؤال يقول حول قياس الزاوية سالب 2 باي على 3 إلى القياس بالدرجات. فنفس ما سوينا من شوي راح نضرب minus 2 over 3 باي راد في 180 درجة على الباي راد، فراح نختصر الراد مع الراد والباي مع الباي، وراح نضرب 180 درجة في 2 أو في سالب 2 راح يعطينا سالب 360 درجة على 3 بالكالكوليتر يعطينا سالب 120 درجة. فالسالب 120 درجة تقابلها بالراديان سالب 2 باي على 3. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الأول، خلونا مع بعض ننتقل إلى الهدف الثاني. فهدفنا الثاني هو إيجاد طول القوس. فعندنا الدائرة، طبعاً الدائرة عبارة عن مكونة من مجموعة من الأقواس، كل قوس له قياس وله طول، وطبعاً الدائرة لازم يكون عندها مركز، فهاي عندي مركز الدائرة. طبعاً عندنا الضلع الابتدائي والضلع النهائي لأي زاوية مركزية، فراح نرمز حق الزاوية بالثيتا. طبعاً كل دائرة فيها أنصاف أقطار، نرمز حق نصف القطر بالرمز R. ليش R؟ لأن radius بالإنجليزي، فاختصاراً نقول R. فطبعاً نصف القطر هو عبارة عن المسافة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة، فراح يكون عبارة عن المسافة من المركز إلى نقطة على الدائرة. طبعاً القوس راح يكون القوس المقابل إلى الزاوية المركزية، فراح نرمز حق طول القوس بالرمز S. فراح نستعرض مع بعض قانون إيجاد طول القوس، راح يكون S تساوي R في ثيتا. طبعاً الS هو طول القوس، والثيتا هي عبارة عن قياس الزاوية المركزية، ولكن لازم نركز أن هي لازم تكون بالراديان، والآر مثل ما احنا نعرف أنه هو نصف قطر الدائرة. فخلونا مع بعض نستعرض أول مثال لكيفية إيجاد طول القوس. فالسؤال يقول أوجد طول القوس المحدد مقرباً الناتج إلى أقرب منزلة عشرية واحدة. فعندنا هذه الدائرة، طبعاً في الدائرة عطوني أن نصف القطر هو 27، وعندي الزاوية هي 10 باي على 9. فنكتب القانون S تساوي R في ثيتا. فبكل سهولة راح نضرب 27 في 10 باي على 9 راح يعطينا 30 باي، فبالكالكوليتر وبالتقريب راح يعطينا 94.2 متر. انتهينا من سؤالنا الأول، خلونا مع بعض ننتقل إلى السؤال الثاني. فالسؤال يقول دار لاعب تنس في مسار على شكل قوس أثناء ضربة الكرة من الثبات. إذا كان طول نصف قطر دائرة القوس هو 4 فيت، وزاوية دوران اللاعب تساوي 100 درجة، فما طول هذا القوس؟ قرب الناتج إلى أقرب عدد صحيح. فالحين أول خطوة راح نستخرج مع بعض المعطيات. فعندنا المعطى الأول إن نصف القطر 4 فيت، والثيتا عندي إياها بالدرجات، فأول خطوة لازم أحولها من الدرجات إلى الراديان. فنحولها، كيف نحولها؟ تعلمنا من شوي إن إحنا لازم نضربها في باي على 180 درجة، فراح نختصر الدرجات مع بعضها البعض ونضربها في الكالكوليتر، راح يعطينا 5 باي على 9. ف
فالحين راح ناخذ الار نضربه في الثيتا بكل سهولة. فعندنا الأربعة مضروبة في 5 باي على 9 يساوي 20 باي على 9. بالتقريب عندنا طول القوس 7 فيت. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من درسنا اليوم. شكراً لحسن استماعكم وأرجو لكم التفوق والنجاح ومع السلامة.